بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اخواتي اختي الاحباء، هالحد الثاني من زمن ارتفاع الصليب المقدس منبلش نعرض النصوص للي بتدعينا فيها الكنيسه حتى نفهم كلام الكتاب المقدس حول النهايات. اولا كدعوه حتى نتمسك بعيش فضيله الرجاء مش للياس، ثانيا تحفيز لنا حتى نعيش حياه مسيحيه اعمى بتهيئنا بكل فرح مش بخوف للقاء المنتظر مع الرب. الله خلى الكنيسة بكل أبنائنا تكون عروسة لابن يسوع، وذات يوم رح يجي تياخدها لإله، مش كطفل ضعيف بمزود فقير بده يجي، إنما بالمجد، فتنحني له كل ركبة في السماء وعلى الأرض. ترك لك كل الوقت حتى تتهيأ على مدى كل السنين مع كل الأجيال لحتى تدخل ردهة العرس بكل تسبيح بكل ترنيم. هل بدأ تفرح لهالحدث فرح العروس باقتراب يوم زفافها؟ بمنطقنا البشري كل انتظار شو ما كان نوعه، إن كان انتظار ولادة الطفل لحظة الزفاف، أو إن كان عودة حبيب مغترب، تسبقه كل تحضيرات بيرافقها فرح كبير، بيشوبوا قلق جميل حتى يجي الموعد ويتم اللقاء المنتظر. هل نحن عم نتهيأ منتظرين مجيئه الثاني؟ هل لقلنا هذا الفرح نفسه فرح لقاء العريس يسوع وجه لوجه بهالمجيء، أم أنه بدخل الخوف لنفوسنا؟ أو ربما كنا من اليلي لا مبالين. أخواتي أخوتي الأحبة، ما في حدا بيخاف مواجهة شخص إلا إن كان أذاه بحياته، شوه صورته قدام الغير، افترى عليه أو سلبوا حقه أو استغل طيبته. فهل نحن من هالأشخاص تنخاف المجيء الثاني ونواجه ذاتنا قدام يسوع الرب باللي فعلناه؟ أم نحن على علاقة طيبة معه؟ وحتى ولو خطينا منحاول أن نحافظ على حبنا لإله بتوبتنا الصادقة بقلب بحب بحق بيلبس التواضع دون خوف من دينوني. إنما إذا كنا لا مبالين هيدا أكثر المواقف خطر على حياتنا، وبطريقة مبطنة منكون ناكرين لحضور الله بحياتنا وننكر اللقاء معه وجه لوجه. باختصار منكون مثل أي مخلوق بقلب العالم عم بيعيش تياكل ويشرب، تيستمتع بالملذات للي بريده، تينام بعدين بيموت وبينتهي بشقفة من التراب ما إلى أي قيمة ما إلى أي معنى. عشان هيك بينبع الضلال والبغض، الأنانية والحسد والطمع. من هون كمان تنبع الآلهة المتعددة مثل ما عم نشوفها اليوم بأيامنا، وللأسف عبادة السلطة والسيطرة، عبادة المال، عبادة الجسد بالملذات، استباحة القتل والاغتصاب والفجور. كمان من هون تنبع القلوب المتحجرة وبتجف فيها كل كلمة نابعة من الإنجيل، تتحجر فيها النفوس حتى تصير عقيمة ما إلى حياة ولا جمال. إذن الخيار يا أخوتي يا أخواتي بالفرح أم بالخوف من هاللقاء هو بين إيدينا. إذا كان فرحنا بيشوب بعض الخوف المسيحي بسبب حبنا للآخر ورغبتنا في خلاصه، فهذا جميل وحلو أن نكون عم نعيش على أساسه. كمان يمكن يكون سقط سهوا يا أخوتي وأخواتي المباركين، أنتوا أبناء الأيام أبناء الرجاء وأبناء النور، أنه الملك الجديد حل بتجسد يسوع المسيح وتركه بين إيدينا لحتى يرجع. مسلحنا بالروح القدس والرجاء والإيمان بالخلاص والمحبة الصادقة. مشان هيك كلنا مدعوين اليوم حتى نعيش الثبات قدام ضلال العالم
وفساد العالم وحروبه المرعبة بوقاحتها وشراستها من كل نوع اليوم عم يشوفوا عم بيجي علينا، إن كان عبر التلفزيون أو إن كان وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والسينما المجلات الدعايات اللي ما بتترك لعيننا مجال حتى تشوف أكثر من أنفنا لفرض كسرتها وما فيها من أمور عم تسبب لنا القلق والخوف. نحن اليوم مدعوين حتى نلتفت للأعمق، عمق الحياة الحاضرة مطرح ما بينبض فيها القلب. كل كيان الإنسان بالحياة تنخرجها من قوقعة المتطلبات الآنية حتى نفهم للي منسمعه، حتى نشوف للي مننظر لإيله، حتى ندرك بعمق الصواب ونعمل فيه وفق لإرادة ربنا وإلهنا. مشان هيك يا أخوتي أخواتي نحن اليوم مدعوين لحتى ما نهتم أبدا بالغد، إنما نهتم بكل يوم بيومه لأنه الغد له همومه. خلينا نبلش هلأ وكأننا بدنا ننتقل اليوم لأحضان الآب السماوي ونضل دايما بوقفة المستعد اليقظ للي عم بيتقي الرب الصبور الرحوم المحب، لحتى يلبسنا الآب ثوب مجده ويكون الموت لإلنا ربح بالمسيح يسوع، مثل ما عم بيقلنا مربولس الرسول، ومثل ما بيقولنا يسوع كمان بإنجيل اليوم: احذروا أن يدلكم أحد، لا ترتعبوا، ومن يصبر إلى المنتهى يخلص. آمين.